أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله، عبده وصفيه وخالصته ونبيه، ابتعثه ربه سبحانه وتعالى بالدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدرك منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديه. اللهم ألحقنا بنسبه، وحققنا بحسبه، وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل، ونقرع بها من موارد الفضل، واحملنا على سبيله حملا محفوفا بنصرته، واقذب بنا على الباطل فندمغه، وزج بنا في بحار الأحالية، وانشلنا من أوحال التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، كنا قد توقفنا في لقاء سابق قبل هذا التعب الذي أصابني عند قول الشارح رحمة الله عليه: ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا. صحيح ولا هذا مثبت؟ هذا صحيح هذا. بل يعني لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد، يعني هذا كما قال. لا، انتهينا من هذا. انتهينا من هذا. نعم. وأما قول العربي: اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه بالجزم، هذا هو؟ لا بأس، هذا ما ماشي. نعم. خلاص، يبقى قول الشارح رحمة الله عليه: وأما قول العربي اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه بالجزم، وكأن هذا اعتراض، وكأن هذا اعتراض على ما سبق. فوجهه أن والاعتراض قائم في ماذا؟ في أي شيء؟ في أن يثب عليه مجزوم وإن لم يسبق بطلب، وكأن هذا هو الاعتراض. صحيح؟ وكأن هذا هو الاعتراض. فكيف، وكأن الشارع يريد أن يقول ذلك، فكيف يجزم يثب بالرغم من عدم تقدم طلب عليه؟ هذا هو الاعتراض أو
ما يرد على الايه على المساله صحيح نعم. فوجهه هو يوجه فوجهه ان اتقى الله وفعل وان كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر وان كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر الا ان المراد به ما اضطرب هذه يا اولاد كما ذكرت قبل ذلك في مجالس اخر هذه مساله كبيره في اللغه العربيه مساله كبيره وطويله وعميقه في اللغه العربيه وهي اي مساله اقصد مساله استعمال الماضي ويراد به غير معنى الماضي مع غير معنى الماضي يعني يستعمل الماضي في ظاهره لكن يراد به المضارع مثلا والعكس صحيح يستعمل المضارع ويراد به غير معناه أي يراد به الماضي هذه مسألة يا أولاد مسألة طويلة وكثيرة ومتشعبة في اللغة العربية ولها شواهد كثيرة لها شواهد كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي الشعر العربي قديمه وحديثه يعني حتى في عصر الاستشهاد حتى زمن الاستشهاد هذا هو وهذه المسألة يمكن ربما ذكرت لكم قبل ذلك هذه من المسائل المهمة التي ذكرها الإمام ابن الشجري رحمة الله عليه في أماليه يمكن ذكرت ذلك قبل ذلك في أملية من الأمالي أمالي الإمام هبة الله ابن الشجري له أمالي جميلة جدا في 3 مجلدات من أجمل الأمالي التي كتبت أمال ابن الشجري رحمة الله عليه وهي محققة ومطبوعة وموجودة في المكتبات أخبر الطبع والله لا أتذكر هي في طبعة ممتازة موجودة يعني في المكتبات في مكتبة الخنجي على ما أظن ذكر هذه المسألة وتوسع فيها كثيرا ذكرها أيضا هذه المسألة الإمام الأنباري رحمة الله عليه في كتابه الإنصاف طيب ليه الإنصاف ليه لأنه كان قد استشهد بهذه المسألة على ترجيح رأي للبصرية وأن الكوفية قالوا قولا فهو رد عليهم بأن الماضي يستعمل في زمن المضارع والمضارع يستعمل بالمعنى الماضي واستشهد بما يستشهد به في هذه المسألة يبقى المسألة موجودة في الأمالي بإسهاب وبإطالة وموجودة كذلك في الإنصاف هكذا يا طلاب العلم مفهوم إذن هنا اتقى الله لفظ الجلالة منصوب على التعظيم وامرؤ فاعل اتقى وفعل وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما أنهما للإخبار أنهما على حقيقة الإخبار إلا أن في الحقيقة ليس على الإخبار وإنما على الطلب وبعدين استشهدوا أو قالوا في هذا كلاما جميلا والبلاغيون بقى قالوا إيه كلام جميل في هذه المسألة طيب اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه وكأنه يريد أن يقول اتق الله
وافعل خيرا، اتق الله وافعل خيرا يثب عليه. اتق الله وافعل خيرا او يفعل خيرا يثب عليه. فكأن هذين الفعلين اراد او اريد منهما الطلب، اريد منهما الايه الطلب هكذا. يعني هو طلب، طلب فعل الخير من المرء، هو طلب فعل الخير من المرء هكذا المعنى، هكذا المعنى، على انه طلب فعل الخير من الايه من الانسان او من المرء هكذا. طيب، وعلى هذا الوجه او على هذا التوجيه قالوا في قوله سبحانه وتعالى نقرأ الأول: والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا يثب عليه. هذا هو المعنى في معنى الايه في معنى الطلب. وعلى هذا التوجيه حملوا الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر. فيغفر هنا مجزومة، وإن لم تسبق بإيه بطلب. ونحن أظن أنا وجهتها توجيه على البدلية، على الإيه على البدلية بدل من المعنى. يغفر لكم، فجزم يغفر يعني القرآن، فجزم القرآن يغفر لأنه جواب لقوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. ليه؟ قال لك لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا، لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا. إذن تؤمنون بالله ورسوله، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما التجارة هذه؟ تؤمنون، فهي على البدلية. نعم، تؤمنون بالله ورسوله، فهنا تؤمنون فعل مضارع ظاهره، لكنه على معنى الأمر أي آمنوا. طيب، ولما عدل القرآن عن الأمر، عن لفظ الأمر إلى لفظ مضارع؟ أو بمعنى آخر، لما عدل القرآن عن لفظ الطلب إلى معنى الإخبار؟ إلى معنى الإيه؟ الإخبار. لما عدل القرآن، افهم السؤال، لما عدل القرآن عن لفظ الطلب إلى لفظ الإخبار وحقيقة الإخبار؟ ليه؟ قال البلاغيون رحمة الله عليهم: عدل القرآن عن هذا إلى ذاك، عن الطلب إلى الإخبار، امتثالا وتحققا للالتزام والامتثال. وكأن إذا قال بالطلب فكأنه المعنى قد يمتثل وقد لا يمتثل، قد يمتثل وقد لا يمتثل. آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا، ربما يصل إلى عقل القارئ أن ربما يمتثل لهذا الأمر أو لهذا الطلب أو لا يمتثل. لكن لما يعدل القرآن عن لفظ الطلب إلى لفظ الإخبار، وكأن الامتثال قد وقع وحدث. هذا هو وكأن الامتثال قد وقع وحدث ثم أخبر القرآن به. يبقى هذا أوكد للمعنى وأشد امتثالا من هؤلاء المؤمنين الذين
الذين امتثلوا لما نبههم الله عليه من التجارة الرابحة. هذا هو مفهوم؟ مفهوم. هذا هو قال لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا. ثم قال وليس جوابا للاستفهام الذي هو هل أدلكم، لأن لو قلت أنه لو حملت الجزم على جواب الاستفهام لفسد المعنى. لو حملت الجواب على الاستفهام لفسد المعنى، لفسد المعنى. قال وليس جوابا للاستفهام، لماذا؟ قال لك لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة. إيه نفس الدلالة دي؟ أي دلالة الاستفهام، لا يتسبب عن دلالة الاستفهام، لأن غفران الذنوب صحيح، لا غفران الذنوب لا يتسبب عن دلالة الاستفهام، وإنما يتسبب عن الامتثال، والامتثال تحقق بالإخبار لا تحقق بالطلب. هذا هو مفهوم؟ مفهوم. بارك الله فيكم جميعا. لا يتسبب عن نفس الدلالة، وأقصد بالدلالة أو يقصد بالدلالة هنا يا إمام سهيلي دلالة الاستفهام. بل إيه يا ولد؟ قال لك بل عن الإيمان والجهاد. والإيمان هذا الكفل والجهاد متحقق خلاص وقع، وامتثل لهما، وامتثل لهما وتحقق ووقع من المؤمنين. ولما وقع من المؤمنين عبر القرآن عن الإيمان والجهاد بلفظ الإخبار لا بلفظ الطلب. هذا هو. فهمت؟ بارك الله فيك. لك سؤال؟ طيب. ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء، الجزاء نائب فاعل ليقصد، ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه. يا سلام. يبقى لابد ايه؟ قال لك ايه؟ نقصد به الجزاء، لابد شرطه ان يكون جزاء وجوابا. ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه، يعني يكون ايه؟ يعني يكون مرفوع عادي خالص، كقول الحق تبارك وتعالى ودائما يمثلون لهذه القاعدة بتلك الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لأن جزم المضارع يا أولاد ويا بنات، جزم المضارع في جواب الطلب شرطه أن يكون مسببا عنه، أن يكون إيه؟ مسببا عنه، يعني مسببا عن الطلب. هذا هو. طيب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، في حرف التوبة. تطهرهم يا أولاد على الرافع، تطهرهم على الرافع. طيب هل المعنى يستلزم ذلك؟ المعنى المراد في الآية القرآنية يستلزم ذلك. ليه؟ لأن معنى الكلام يا نجوم خذ يا محمد، خذ يا محمد من أموالهم صدقة مطهرة لهم، خذ يا محمد من أموالهم صدقة مطهرة لهم. يعني مطهرة لهؤلاء المؤمنين، لأن الصدقة تطهر، وسميت الزكاة زكاة لأن المال يزكو بها، لأن المال إيش ياسر
يعني ايه يزكو؟ ينمو. ينمو. وخلي بالك شوف النماء، النماء بنقاء. ايه الفرق بين الزكاة والربا؟ ما الربا نماء برضه، ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. ايه الفرق بين الزكاة والربا؟ يقول لك الزكاة نماء والربا نماء، في الاثنين نماء، ولكن الزكاة نماء بنقاء، بتنقي، بتزكي، تنمو وتزكي، تنقي. هذا الفرق. ولذلك سميت الصدقة من الزكوات، يعني أنها تنمي المال، ما نقص مال من صدقة، تنمي المال مع إيه؟ مع نقائه. لكن الربا يربو مع فساده. الربا من الربوة والنماء مع فساده. يبقى ادي الفرق بين هذا وذاك، مفهوم يا اولاد؟ فمعنى الايه يا ولد يا امام سهيلي، معنى الايه ايه؟ خذ يا محمد من اموالهم صدقه مطهره لهم، مطهره لهم. هذه صفتها، هذه ايه؟ صفتها. طيب اذا اردنا ان نحمل الكلام على ماذا يا أفيقة؟ قال لك إذا حملنا الكلام على إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، هل المعنى جيد؟ جيد، المعنى حلو، ولكن القراءة سنة متبعة. صحيح قرئ بها في الشاذ، قراءة قرئ بها في الإيه؟ في الشاذ، ولكن قراءتهم في قراءتهم إياها بالجزم في الشاذ، هذا يعني يؤكد معنى الشرط، يؤكد معنى الشرط اللي هو إيه؟ إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وهذا المعنى جيد، هذا المعنى جيد، ولكنه غير مراد في الآية، غير مراد في الآية. لكن هل المعنى جيد وحسن؟ نعم المعنى جيد وحسن، ولذلك قرئ به في الشاذ، قرئ به في الايه؟ في الشاذ. هذا هو. يبقى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، في القراءات الصحيحة العشرة الصحاح بالرفع، وفي إحدى القراءات الشاذة تطهرهم بالجزم، والمعنى جيد حسن مقبول، لكن القراءة سنة متبعة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن إحنا قلنا قبل ذلك الإمام ابن مجاهد، أبو بكر ابن مجاهد رحمة الله عليه، قلت الكلام ده مرارا وتكرارا، وأنا يعني أكرره ولا أسأم من تكراره. ليه؟ لأنه مهم جدا، إن هو وضع ضوابط للقراءة الإيه؟ الصحيحة، وضع ضوابط للقراءة الصحيحة، ثلاث ضوابط مجتمعة، إن اجتمعت هذه الضوابط الثلاثة في قراءة فاحكم عليها بأنها صحيحة. أول ضابط أن تكون متصلة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، وهذا وحده لا يكفي، ده متصلة بسند صحيح إلى سيدنا رسول الله، قال لك لا يكفي، لأن قراءة الإمام الحسن البصري متصلة إلى سيدنا رسول الله، قراءة الإمام الحسن البصري. وهناك مقولة لأحد العلماء، لولا كذا لكانت أصح القراءات قراءة الإمام الحسن البصري، لولا كذا. إيه كذا؟ هقولها دلوقتي أهو، تمام. يبقى قراءة الإمام الحسن البصري متصلة بالسند الصحيح المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالا صحيحا. هذا هو. طب والشرط الثاني؟
قال لك أن تكون موافقة للعربية ولو بوجه. أن تكون موافقة للعربية، إيه العربية دي؟ أي لقواعد اللغة العربية، يعني النحو والصرف. هذه النحو والصرف هو اللي احنا بنشتغل فيه. أن تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه، وجه واحد بس. طب والإمام، قراءة الإمام، قال لك حسن البصري، قال لك دي كانت موافقة. طب والشرط الثالث، قال لك أن تكون موافقة لرسم القرآن، لرسم المصحف العثماني، وده اللي خالف فيه، اللي خالفته قراءة الإمام الحسن البصري، ما كانش موافقة لرسم المصحف الإيه العثماني، ولذلك رفضه، رفضت الأئمة قراءة الإمام الحسن البصري، لأن ده قرآن مش أهواء، ليست أهواء، ده قرآن ربي، فلا بد أن يكون منضبطا ضبطا غير مسبوق، وهذا هو الضبط بهذه الشروط الثلاثة التي اجتمعت الأمة عليها، والأمة لا تجتمع على باطل. الأمة لا تجتمع على إيه؟ على باطل. يبقى لو القراءة خالفت شيئا من هذه الشروط الثلاثة أو شرطا من الشروط الثلاثة فاحكم عليها بأنها شاذة. إذا وقعت فيها الشروط الثلاثة فاحكم عليها بأنها صحيحة. وهكذا. وقرأوا الكلام ده موجود فين؟ في كتاب إيه؟ السبعة لمجاهد. وقلت لكم اشتروه، هو محقق الدكتور إيه شوقي، ضيف رحمة الله عليه، ومطبوع في دار المعاد، اسمه السبعة، اسمه كده السبعة لأبي بكر بن مجاهد، وفيه كلام جميل جدا جدا جدا، وفيه الأسانيد المتصل لكل قارئ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. المهم فأقول لك هنا تطهرهم بالجزم قراءة شاذة ولكنها غير مرادة. ليه بنقول إحنا غير مرادة؟ لأنها مش قراءة صحيحة، ليست قراءة صحيحة، فحكمنا على معناها بأنه غير مراد. لكن هل المعنى بالجزم معنى حسن مقبول سائغ؟ نعم، معنى جميل حسن مقبول سائغ، هذا هو. لكن القراءة سنة إيه؟ متبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فتطهرهم مرفوع باتفاق، أو قال لك وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ، لكونه ليس مقصودا به معنى، لكونه الهاء دي تعود على إيه؟ الله أكبر عليه، لكونه أي لكون الطلب ليس مقصودا به معنى، ليس مقصودا به معنى إيه بقى؟ إيه المعنى غير المقصود؟ إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم. وسيدنا ابن هشام حكم على أنه على أن هذا المعنى غير مقصود، لأن القراءة الصحيحة هي بالرفع، القراءة الصحيحة بالإيه؟ بالرفع. وإنما أريد وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة على معنى الوصفية، فتطهرهم أهم. قال فتطهرهم صفة لصدقة، لأن من شروط الصفة الجملة أن يكون الموصوف إيه؟ نكرة، أن يكون الموصوف نكرة. ولو كون أشوف أنظر ماذا، ولو قرئ بالجزم، وهذا وقد قرئ به، ولو قرئ بالجزم وقد قرئ به على معنى الجزاء لم يمتنع في الايه، في القياس، اشف القراءه في القياس، يعني القياس اهلا وسهلا به، لان القياس واضح والمعنى جيد حسن. كما قرئ أي كما قرئ بالوجهين، كما قرئ يعني كما قرئ بالإيه يا عبد الشكور، بالوجهين، كما قرئ
قوله سبحانه وتعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قال لك دي قرئ بقى في بقراءتين صحيحتين، يعني قرئ في الصحيح بالوجهين، يرثني بالرفع ويرثني بالجزم على إرادة معنى إن تهب لي يرثني هكذا. طيب، فهب لي من لدنك وليا يرثني في حرف مريم بالرفع على جعل يرثني صفة لوليا، أي وليا، أي هب لي يا رباه من لدنك وليا، هذه صفته، هذه إيه صفته، وليا يرثني أو يرثني، يبقى يرثني بالوصف. طيب يرثني، يرثني في الإيه؟ قال لك في العلم، لأن الأنبياء لا يورثون، الأنبياء لا يورثون ولا يورثون درهما ولا دينارا، لا يورثون ولا يورثون درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ إيه وافر كما قيل في الحديث. هكذا يبقى صفة وليا هذه صفته. طيب يقول لك هنا أي القراءتين أفضل، أي القراءتين أفضل؟ أولا كلمة، هذا السؤال خطأ، لأن كان سيدنا الشيخ عبد الحكيم رحمة الله عليه يقول لنا لا أفضلية في القراءات أو بين القراءات الصحيحة. ليه؟ كان يقول لنا كده وليه؟ لماذا؟ إيه العلة؟ قال لك لأن العلماء أجمعوا على أن كل قراءة، العلماء أجمعوا، علماء التفسير وعلماء القراءات وغير ذلك، أجمعوا على أن كل قراءة بمثابة آية، أجمعوا على أن كل قراءة، والإمام الجزري هذا قال هذا في النشر، قال هذا القول الذي سمعناه من مشايخنا من الشيخ عبد الحكيم وقرأناه في الكتب: كل قراءة بمثابة آية، كل قراءة بمثابة آية. يعني شوف بقى يقول لك إيه، يقول لك كان الشيخ عبد الحكيم يقول لنا كده، ولذلك سمي القرآن كريما، كان يقول لنا كده، ولذلك سمي القرآن أو وصف القرآن بأنه كريم، القرآن الكريم. طب ايش معنى الكريم ده؟ ما قالش القرآن مثلا المطهر، وقال لك الكريم موصوف كده على طول، قرآن كريم. يقول لك كريم يعني معطاء، واحد إنسان كريم عكسه بخيل، صحيح؟ أنت كريم، طب ليه كريم؟ قال لك لأنك معطاء، كل ما واحد يجي لك تعطيه وزيادة. وكذلك القرآن كريم، كلما فتشت فيه وتدبرت شيئا منه أعطاك من المعاني ما لا حصر له. وهذا هو وجه الإعجاز. نرجع تاني لوجه الإعجاز، هو ليه القرآن هو معجزة سيدنا النبي؟ لأن القرآن، لأن المعجزة، المعجزة لابد أن تكون باقية، المعجزة لابد أن تكون باقية. طب وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته باقية، فلابد أن تكون معجزته باقية، صح ولا مش صح؟ لابد أن تكون إيه؟ معجزة النبي باقية. طب ومعجزة النبي خرج من بين أصابعه الماء، دي معجزة وقتية، لكن دي معجزة سرمدية أبدية. القرآن ده معجزة إيه؟
على طول. ولذلك يا أولاد، ولذلك العلماء يا شيخ ياسر لما جم تكلموا على وجوه الإعجاز، تكلموا الإمام القرطبي حصرها في 8 أوجه وجوه الإعجاز القرآن، وجاء بعده من حصر وجوه الإعجاز في 25 وجه، ثم جاء بعده من حصرها في أكثر من 200 وجه. الله، لو كان القرآن، لو كان وجوه إعجاز القرآن محصورة لما صلح أن يكون القرآن معجزة، لما صلح أن يكون القرآن معجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وجوه القرآن محصورة لا يصلح أنه يكون معجزة، لأن وجوه القرآن إعجاز إيه؟ وجوه الإعجاز 25 وجه، 200 وجه، خلاص انتهينا قفلنا على كده. لا، ما ينفع، لا يجوز، لأن القرآن معجز إلى يوم القيامة، معجز إلى يوم القيامة. والإعجاز هو أن تستخلص منه أشياء هي إعجاز، في حقيقتها إعجاز، والإعجاز باق ويتحدى به، كما قال القرطبي المعجزة لها شروط أن يتحدى بها، وزما كما قال الإمام الباقلاني في إعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني رحمة الله عليه. فاعلم واعلمي أن وجوه إعجاز القرآن متوالدة ومتجددة وباقية لا حصر لها إلى يوم القيامة. كلما يأتي عصر سيقيد الله من العلماء من يستخرج من القرآن وجوه إعجاز جديدة يتحدى بها البشر. هذا هو مفهوم؟ مفهوم. طيب، يبقى هنا ما قلنا لا أفضلية بين القراءات، لا أفضلية بين القراءات، هكذا تعلمنا. نعم، قال بالرفع على جعل يرثني صفة لولي، وبالجزم على جعل جزاء، على جعله جزاء للأمر، يعني انتهب لي من لدنك وليا يرثني، وهذا جائز لأن القراءة جاءت به، هكذا. وهذا بخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله، ائتني برجل يحب الله ورسوله، فإنه لا يجوز فيه الجزم، لأن معنى الجزم غير مراد، ولو جزمت لفسد المعنى، هكذا. فإنه لا يجوز فيه الجزم، لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان، لا تريد ذلك. هل محبة الله ورسوله نتيجة للإتيان؟ طبعا لا، المعنى فاسد، يفسد المعنى، ولذلك هنا غير مراد الايه، غير مراد الجزم او الطلب، وانما هو مرادنا الصفة. هذا ائتني برجل هذه صفته، اي برجل محب لله ورسوله، هذا هو. نعم، لانك لا تريد ان محبة الرجل لله ولرسوله مسببة عن الإتيان به، كما تريد في قولك إيتني أكرمك. هذا جائز، لأن إكرامي إياك مسبب عن إتيانك إلي أو عن مجيئك إلي، هذا هو. نعم، كما تريد في قولك
إيتني أكرمك بالجزم. قال: لأن الإكرام مسبب عن الإتيان، وإنما أردت إيتني برجل موصوف بهذه الصفة. في الجملة الأولى إيتني برجل يحب الله ورسوله، أي موصوف بهذه الإيه؟ أي محب لله ورسوله كما قلت قبل. قال: واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية. ابن هشام رحمة الله عليه ذكر في الشذور كلمة يعني جميلة في هذا الباب أو في هذه المسألة. ماذا قال؟ قال: لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا إذا كان محببا. إلا إذا كان الجواب إيه؟ محببا أو محبوبا، على القول اللي أتذكر، إما أن قال محببا أو محبوبا أو أمرا محبوبا. وهذا كلام جيد ممتاز، ولكن هنا قدرها بكلام آخر، أو قال نفس الشيء هو ولكن بكلام إيه؟ بكلام آخر. قال هنا: واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا في جواب النهي خاصة، يعني هذا غير محقق في جواب الاستفهام ولا في جواب الأمر ولا في جواب التمني ولا في الرجاء ولا في العرض ولا في التحضير ولا في الدعاء، وإنما في النهي إيه؟ خاصة. يبقى هذا شرط خاص بالنهي، هذا شرط يخص الإيه؟ النهي. قال: واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي خاصة إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه، هذا الشرط مقرون بلا النافية، بشرط إلا أن يصح تقدير شرط مقرون، مقرون صفة لشرط، إلا بشرط، مرة ثانية، إلا بشرط أن يصح تقدير شرط. كلمة شرط هذه موصوفة بكلمة مقرون التي جاءت بعدها، أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون. يبقى مقرون دي صفة لمين؟ لكلمة شرط. تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية مع صحة المعنى. كل هذه ضوابط أولاد، ضوابط كثيرة. قال: واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه. الهاء دي تعود على إيه؟ على الله أكبر عليه، على النهي. في موضعه أي في موضع جواب النهي مقرون بلا النافية بشرط مع صحة المعنى، هو مع صحة المعنى قيد آخر، هذا هو. طيب خذ مثال نشرح عليه بسيط كده، كنا نشرح يعني نشرح به للطلاب. يقول لك إيه؟ لا تدنو من الأسد تسلم، لا تدنو من الأسد تسلم. فتسلم هذا فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب أو في جواب النهي، الطلب اللي هو النهي، لا تدنو من الأسد تسلم. يقول لك ابن هشام، يقول لك بشرط أن يكون جواب النهي محببا أو محبوبا. ما هو تسلم ده شيء محبب ولا مش محبب؟ شيء محبب،
لان عكس تسلم تهلك، والهلاك غير محبب. طيب قال لك هنا شرطه، شرط جواب النهي ان تضع مكان النهي شرط مكرون بلا. يعني ايه؟ يعني قلت ايه؟ لا تدنو من الاسد تسلم، لا تدنو، ده نهيه، هنشيل النهي ده ونضع بداله شرط، بدلا منه شرط مكرون بلا، هو ايه؟ ان لا، ان لا، يبقى لا تدنو ستضع بدلا منها ان لا. وانظر الى المعنى، هل المعنى سيستقيم ولا المعنى غير لا يستقيم؟ فان استقام فهو المطلوب، وان لم يستقم فغير مطلوب. اهو ان لا تدنو من الاسد، ان لا تدنو الاسد، ايه اللي يحصل؟ تسلم. يبقى ده امر مطلوب ولا مش مطلوب؟ مطلوب. يبقى المعنى على صحته، والمعنى صحيح. يبقى لا تدنو من الاسد تسلم، فان قلت ان لا تدنو من الاسد تسلم يبقى المعنى مضبوط والمعنى صحيح هكذا. لكن لو قلت لا تدنو من الاسد تهلك، هل المعنى فاسد ولا غير فاسد؟ المعنى فاسد. ليه؟ لانك اذا قلت ان لا تدنو من الاسد تهلك المعنى يفسد. كيف اهلك وانا بعيد عن الاسد؟ الهلاك اذا اقتربت من الاسد فانه ياكلني، وهكذا. إذن هذا هو قوله مع صحه المعنى، مع صحه الايه. وعبر عنه عن ذلك عن وعبر ابن هشام عن قوله مع صحة المعنى، عبر عنه في الشذور بإيه؟ بقوله أمرا محببا. هذا هو مفهوم يا طلاب العلم؟ واضح؟ واضح. قال واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه، أي في موضع جواب النهي، مقرون صفة لشرط، مكرون بلا الناهية مع صحة المعنى، وذلك نحو قولك لا تكفر تدخل الجنة. صحيح، تدخل الجنة ده أمر محبب، دخول الجنة أمر محبب. فإذا قلت إن لا تكفر تدخل الجنة المعنى مستقيم، يبقى الكلام واضح وحلو. لا تكفر تدخل الجنة، وهنا لا ناهية، وتكفر طبعا مجزوم بلا الناهية، وأنت فاعله مستتر، وتدخل مضارع مجزوم في جواب الطلب، وعلامة جزمه السكون المقدر، منع من ظهوره حركة التخلص من التقاء الساكنين. تدخلي أصلها تدخل، وبعدين جاءت إيه بعدها ساكن آخر، فحركنا الساكن الأول بالكسر. تدخل الجنة. ولا تدنو من الأسد تسلم، فإنه لو قيل في موضعهما إن لا تكفر تدخل الجنة وإن لا تدنو من الأسد تسلم صح، صح الكلام، لأنه إيه؟ لأنه محبب إلى النفس أو أمرا محبوبا. طيب بخلاف لا تكفر تدخل النار. طب دخول النار ده امر محبب ولا مكروه؟ مكروه، خلاص يبقى الكلام فاسد، لانك لو قلت ان لا تكفر تدخل النار المعنى فاسد، المعنى لا يستقيم ابدا. ولا تدنو من الاسد ياكلك هكذا، فانه ممتنع، لان الكلام المعنى فاسد، فانه لا يصح ان يقال ان لا تكفر تدخل النار وإلا تدنو من الأسد يأكلك، هكذا يا طلاب العلم. ولهذا أقول لك، ولهذا أي على أساس ذلك، على أساس هذه القاعدة التي أقرها النحاة رحمة الله عليه
وعلى أساس ذلك أجمعت السبعة، السبعة اللي هم القراء السبعة يا أولاد، أجمعت السبعة على الرفع في قول الحق تبارك وتعالى: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. ليه؟ لأن يقول لك هنا مسألة، المسألة دي مسألة طويلة برضو، مسألة لا تمنن تستكثر دي معروفة بهذا المعنى بهذا الاسم، مسألة لا تمنن تستكثر موجودة في كتب النحو كثيرة جدا، وتكلم فيها كلام كثير. هذا يقول لك لا تمنن تستكثر، يعني إيه لا تمنن تستكثر؟ يقول لك ده يعني لو إلا تمنن تستكثر فالمعنى لا يقبل ذلك، ولذلك هما إيه أجمعوا على الرفع. لكن ابن هشام يقول لك لا، ليس هو ليس هذا هو التوجيه، ليس هذا هو التوجيه ولا هذا هو المعنى. يقول لك إيه: ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، لأنه لا يصح أن يقال إن لا تمنن تستكثر، المعنى فاسد فعلا. إن لا تمنن تستكثر هذا المعنى فاسد، لكن يقول لك إيه؟ يقول لك وليس هذا هو الجواب. يبقى لماذا أجمعوا على الرفع؟ ليه؟ لماذا أجمعوا على الرفع؟ هل لأن المعنى إذا قلنا إن لا تمنن تستكثر المعنى فاسد؟ يقول لك لا، ليس هذا هو العلة، ليست هذه هي العلة، وإنما لها علة أخرى. لها إيه؟ علة أخرى وسيذكرها بعد قليل. قال: لأنه لا يصح أن يقال إن لا تمنن تستكثر، وكأنه يقدم جوابا، ولكن بعد أن قال ذلك قال: وليس هذا هو التوجيه، أي ليس هذا هو، ليس هذا بجواب، مش هو ده، ليست هذه هي العلة التي من أجلها رفعوا تستكثر، وإنما إيه؟ لماذا رفعوا؟ قال لك: وإنما هو في موضع نصب على الحال من ضمير لا تمنن. يبقى هو لماذا رفع القرآن تستكثر؟ هل رفع القرآن لا تستكثر ولا تمنن تستكثر؟ هل رفع القرآن المضارع تستكثر لأنه على معنى إن لا تمنن تستكثر؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما رفع القرآن تستكثر لأنه في موضع الحال. وطبعا أنت عارفين جملة الحال على الاستئناف، عارفين إن جملة الحال على الإيه؟ على الاستئناف. يعني إيه على الاستئناف؟ يعني على كلام، على استئناف كلام جديد، على استئناف ايه؟ كلام جديد. طب ايه الدليل؟ قال لك الدليل على ان جملة الحال على الاستئناف انك اذا صدرتها بان الناسخة لابد ان تكسر ان، وان لا تكسر همزتها الا في الايه؟ في الكلام المستأنف، لا تكسر همزتها إلا في الكلام الإيه؟ المستأنف، سواء كان هذا المستأنف إخبار أو حال أو صفة أو بعد حيث أو على القول أو على القسم أو إلى أو على الصلة، كل ده تكسر فيه همزة إن لأنه مستأنف، لأنه كلام إيه؟ مستأنف. يبقى لما تقول مثلا
لتنوء بالعصبة من القوة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه. إنه مكسورة ليه؟ لأنه استئناف. طب ليه استئناف؟ لأنه جملة الصلة والصلة استئناف. هكذا لما أقول جاءني رجل إنه، جاءني رجل إنه، إنه لمخلص، تكسر همزة لأنها وقعت صفة لرجل والصفة على الاستئناف. تمام. سلمت على أخي وإنه يركب الطائرة مثلا أو الناقة، يقول لك دي جملة حال تكسر فيها همزة إن ليه؟ على الاستئناف. وهكذا يبقى رفع القرآن، رفع القرآن تستكثره ليس لأنه على معنى إلا تمن تستكثر، وإنما على الإيه؟ على الاستئناف، لأنها على في موضع الحال. وما دام استئناف يا شيخ ياسر يبقى إيه؟ يبقى مرفوع، صحيح؟ ما دام استئناف يبقى الفعل إيه؟ مرفوع. وهكذا مفهوم يا أولاد؟ مفهوم المسألة؟ ولا تمنن تستكثر، لأنه لا يصح أن يقال إلا تمنن تستكثر، هكذا قال. لكن يقول لك وهذه ليست هي العلة، بعد أن قدمها وبينها يقول لك ولكن هذه ليست هي العلة. وما إيه العلة؟ قال لك العلة لأنها على الاستئناف، لأنها على الحال، هكذا. وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في تمن، فكأنه قيل ولا تمن مستكثرا يا محمد. ومعنى الآية الكريمة أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يهب شيئا وهو يطمع، صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب، أن يتعوض من الموهوب له، يعني من الشخص الذي وهب له الهبة، هذا الموهوب له، يعني الشخص الذي وهب له الهبة أو أعطاه الهبة، وهو يطمع صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الهبة، أكثر من العطية. وهنا وده نهي يا أولاد، كما قال العلماء نهي يخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يخص سيدنا الرسول، بقول لك نهي تنزيه، نهي إيه؟ تنزيه وكرامة، نهي تنزيه وكرامة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد من المسلمين أن يتمثل بذلك فليتمثل، لأنه أيضا يترفع عن ذلك ويتنزه عن ذلك، لأن من أعطى عطية لا ينبغي له أن ينتظر شيئا من الإيه؟ من الموهوب له، وإنما ينتظر من الله، ينتظر من الله سبحانه وتعالى. أنا أعطيتك شيء، لا أنتظر منك شيئا مقابل ذلك، خلاص. تمام. هكذا. ولكن رجائي فين؟ في الله. طبعا كلنا نطمع في الله سبحانه وتعالى، هذا هو. فاهم يا ولاد؟ فاهمين يا شعب الشكور؟ فاهم يا شيخ ياسر؟ فاهم؟ طيب. طيب يجي هنا المسألة لم تنتهي يا ولد، يقول لك طب فماذا تصنع في قراءة الإمام الحسن البصري ولا تمن تستكثر؟ والإمام الحسن البصري جزم وقرأ، شوف يقول لك ايه،
فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن الإمام الحسن البصري؟ تستكثر بالجزم، تستكثر لأن يقول لك المسألة طويلة اسمها مسألة ولا تمنن تستكثر، معروف عند النحاة. قلت يحتمل، يعني يحتمل بالتذكير على ايه؟ على ما، على ما، ما على ايه؟ على الجزم. الجزم صحيح، صحيح يا شيخ ياسر. يحتمل الجزم ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه. أحدها أن يكون بدلا من تمنن، أن يكون بدلا من إيه؟ من تمنن. يعني إيه بقى البدل دي؟ إيه توجيه البدل؟ يقول لك وكأن النهي واقع على هذا وذاك، أي ولا لا تمنن يا محمد ولا تستكثر، وهذا جائز، وهذا إيه؟ جائز. ليه بقول جائز؟ لأن هناك من اعترض على هذا التوجيه من النحاة، هناك من اعترض على التوجيه، على هذا التوجيه من النحاة، يقول لك إن البدل لابد أن يكون هو المبدل منه، والاستكثار عكس المن، هذا شيء وهذا شيء، فكيف تحملون تستكثر على البدلية؟ كيف اعترض أو رد هذا التوجيه بعض النحاة؟ يعني لا تمنن تستكثر، يقول لك هذا مجزوم فيه أوجه ثلاث. أول حاجة مجزوم على البدلية، يعني إيه على البدلية؟ يعني النهي قد وقع على الأمرين كليهما، لا تمنن ولا تستكثر. ثم اعترض معترضون على ذلك وقالوا هذا متى يكون على البدل؟ إذا كان البدل هو المبدل منه، لكن البدل هنا غير المبدل منه، فنقول لهم ماذا؟ نقول لهم البدل هو المبدل منه أو هو عينه، هذا في البدل المطابق، لأن قال النحاة رحمة الله عليهم البدل المطابق أن يكون البدل هو المبدل منه، هو الايه؟ هو المبدل منه، هو ألم يقولوا بدل الكل من الكل؟ مش سموا المطابق ده كل من الكل؟ سموه كده كل من الكل، لأن البدل هو المبدل منه، هذا هو صحيح. الكعبة البيت الحرام، ايه الكعبة وايه البيت الحرام؟ خلاص. لكن هنا على البدلية قال لك بدلية اشتمال، لما قلنا على البدلية هنا قال لك بدلية اشتمال، والبدل قال النحاة رحمة الله عليه وبدل الاشتمال فيه يكون المبدل منه مشتملا على البدل، المبدل منه مشتملا على البدل. يقول لك أصحاب الأخدود النار، قتل أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود النار، إيه النار ديت؟ يقول لك ده بدل اشتمال. ليه؟ لأن الأخدود مشتمل على الأخاديد، مشتمل على النيران، صحيح ولا مش صحيح؟ أليس كذلك؟ الأخاديد مشتملة على الإيه؟ على النيران، وهذا الذي معنا هو من هذا القبيل، مش من القبيل الأولان اللي هو البدل الكل من الكل، يبقى البدل واقع ولا مش واقع؟ واقع، هذا هو.
فاهم يا 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 أيمن؟ فاهم؟ ها يا شفاء الروح فاهم؟ طيب. قلت يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون بدلا من تمن، كأن قيل لا تستكثر، أي لا ترى ما تعطيه إياه كثيرا. هذا هو، يبقى والمعنى هذا واضح وجيد. طب والوجه الثاني؟ قال لك أن يكون قدر الوقف عليه، على إيه؟ على تستكثر، عليه يعني على الفعل المضارع اللي هو تستكثر، لكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف ثم وصله بنية الوقف. مفهوم الوجه ده يا أولاد ولا مفهوم؟ فاهم؟ فاهم الوجه ده؟ فاهم الكلام بس مش عارف ده كان يعني فاهم الخطا ولا صح. طيب أنا أفهمك يا شيخ ياسر. أولا هذه أيضا مسألة، مسألة الوقف بنية الوصل، مسألة جميلة جدا في النحو برضو وفي البلاغة وكتير أوي. بسم الله. الوجه الثاني يقول لك ان سيدنا الحسن البصري رفع، هو عنده مرفوع. الوجه الثاني سيدنا الحسن البصري المضارع في الآية عنده مرفوع ايضا كبقية الايه السبعة، كبقية القراء العشرة، فهو رفع ولكن هو وقف. هو ايه؟ وقف. فلما وقف يقف بايه؟ بالسكون، بالجزم، وقف بالجزم او بالسكون. فلما وصل بنية الوقف، يعني وصل القراءة او اوصل القراءة بالآية التي بعدها على نية الوقف، فصار الوصل على حكم الوقف، فصار الوصل على حكم الوقف. طب الوصل حكمه إيه؟ الوصل الرفع، لكنه أبى أن يعطي الوصل حكمه الأصلي وأعطاه الحكم الثاني اللي هو حكم الوقف. طب وإيه حكم الوقف؟ الجاء السكون. أدي المعنى، أدي المعنى حاضر تمام. ولها نظائر كثيرة جدا في الشعر العربي. يقول لك فاليوم أشرب، فاليوم امرؤ القيس، والكلام ده قلته قبل كده، فاليوم أشرب غير مستحقب من الله. فاليوم أشرب، امرؤ القيس راح جزم أشرب، البيت المشهور، فاليوم أشرب غير مستحقب من الله إثما ولا واغلي، حاجة زي كده يعني. وسيبويه قال فيها كلام كثير جدا البيت ده بالذات. يقول لك المفروض يقول لك اشربه. طب ليه امرؤ القيس جزم ليه؟ يقول لك ده ضروره، يعني ينكسر. لا ما ينكسرش، حتى لانه لو رفع حتى العروض صح، فهو ما فيش ضروره هنا، ما فيش ايه ضروره. يقول لك قال لك ده بقى ايه توجيهات ثلاثه فيها، منها بس مش عايز اقول التوجيهات الثلاثه دي، منها ان هو ايه وهكذا. مفهوم يا اولاد؟ فهمنا التخريج
قول سؤالك ايه؟ ما الذي يحمل القارئ او الشاعر على انه يصف بنية الوقف؟ يعني هل من هذا غرض معين مثلا؟ لا، مفيش غرض معين. هذا طريقة من طرق القراءة عندهم في الشعر وفي كلامهم. لا طريقة. سؤال جميل جدا. انا كنت في الشعر مثلا كنت ربما من اجل الوزن، لكن في القراءة لا لا، دي طريقة عندهم يجرون الوصل مجرى الوقف والعكس، يجرون الوصل مجرى الوقف والعكس، ويجرون الوقف مجرى الوصل. وهذا موجود، موجود كثير جدا. لو قرأت الكتب هتلاقيها موجودة كثير جدا جدا جدا. فهذا طريقة من طرق العربية. الذوق، 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 اللغة دي ذوق، تذوق. ربما تجد الشاعر ده كلام والله يعني غاية في الجمال، تجد الشاعر يا أولاد يخالف أعراف القواعد، وبعدين لما تيجي توجه ما قاله تجد أن الذوق يستلزم ما قاله، الذوق والسماع يستلزم وما قاله الشاعر، لأن اللغة في الأساس ذوق، تذوق، ولا سيما العربية، ولا سيما العربية. انت فاهمين الأول كلام ده ولا مش فاهمين؟ فيك فاهمة يا بنات؟ فاهمين؟ مش فاهمين ليه؟ طيب سأكرر، حاضر، لا تخاف ولا تحزني، إنا ردوه إليك. هقول ممكن نقول ان نفسيه الشاعر بيكون لها اثر، او المعاني التي يريد ان يؤديها مثلا مرتبطه بموضوع الوصف او الوقف، فيقف منين الوصف والوقف مثلا ضاقت نفسه. هو 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 نفسيه الشاعر مهمه جدا. يعني ضاقت نفسه مثلا فيريد ان ينجز الكلام فيصل بنية الوقف، ممكن مثلاً ممكن ممكن. بس في لا، ده القران نزل على سنن العربيه. نعم، القرآن نزل على سنن العربية. نعم. أليس كذلك؟ بلى. نعم. هكذا. نعم. تمام. لكن أنا عايز أقول لك حاجة في حتة الموضوع دوت. نعم. نفسية الشاعر. نعم. الشاعر فعلا يا أولاد لما تيجي تدرس بلاغة يا نجوم هتعرف إن الشاعر في حاجة اسمها مقاييس الفصاحة. مقاييس الإيه؟ فصاحة. صح؟ خدناها ولا مقاييس الفصاحة. وفصاحة الايه؟ فصاحة الكلمة لها مقاييس. بقول لك بعدين كده فصاحة الكلام لها مقاييس، وفصاحة الأديب ليه مقاييس معينة. وبعدين يقول لك الكلمة دي، هذه الكلمة ليست فصيحة. ليه مولانا؟ قالك لأنها خالفت مقاييس الفصاحة. يجي بقى يقول لك البلاغي بقى يقول لك لا، ده الشاعر قال الكلمة دي وإن خالفت مقاييس الفصاحة التي ذكرها علماء البلاغة بعد الإمام السكاكي، بعد عصر السكاكي. مقاييس الفصاحة دي جت مين اللي جابها؟ كل مقاييس الفصاحة بأنواعها جاءت بعد عصر السكاكي، بعد مفتاح العلوم، شرح التلخيص والتلخيص وملخص التلخيص مش عارف ايه، وكل ده هي ده اللي اتى بمقاييس الايه؟ الفصاحة. يبقى مقاييس الفصاحة دي قوانين، لكن هذه القوانين ليست مطبقة عند الشاعر الاصلي. الشاعر خرج قال الكلمة دي بفطرته، بنفسيته. فأقول لك مقاييس الفصاحة دي لما تيجي تدرس وتعرف الطالب ايه كذا كذا، لكن هل تطبق الكلام ده على كلمة مثلا مستشزرات بتاعت امرؤ القيس
ما هي بقول لك مستجرات ديت كلمة غير فصيحة. ليه؟ قال لك لأنها خالفت قواعد أو مقاييس الفصاحة الكلمة اللي هي تكونت من حروف متقاربة المخارج تعطي ثقل، غدائره مستجزرات. يقول لك دي ثقيلة، دي كلمة مش حلوة. لكن بلاغي يقول لك لا، ده امرؤ القيس، امرؤ القيس لما حينما قالها قالها متعمدا قاصدا ذلك، قاصدا ان تكون فيها صعوبة، فيها تنافر، لان هذا يتوافق مع الحال. لان لما كان يعني يأخذ معه محبوبته من ورائه على الحصان كده ويمشي، والهواء يطير شعرها فيتداخل، غدائر الفتاة تتداخل مع بعض تداخلا يصعب فكه، يصعب ايه، فهذا المعنى يتلائم مع الكلمة. هذا المعنى، شوف بقى لما شعرها كده يكون طويل ورا كده والهواء بيطيره ومتداخل مع بعض كده، يقول لك ده مستشزرات. يبقى مش دي جميلة، لأن الكلمة وافقت المعنى، تكوين الكلمة، بنية الكلمة وافقت الدلالة المطلوبة. وده ابن جني عمل كده في الخصائص، ابن جني عمل الكلام ده في الخصائص. يقول لك ان الملك، كلمة ملك فيها ميم ولام وكاف، يقول لك الميم بتدل على ايه واللام بتدل على ايه والكاف، وخالف كلام كتير او ابن جني في الخصائص. يقول لك بحث، الباء تدل على شيء، هذا الشيء جزء من معنى البحث، والحاء تدل على شيء عندهم عند العرب، وهذا الشيء جزء من دلالة البحث، والثاء تدل على شيء عند العرب، وهذا الشيء جزء من دلالة بحث. وعقد لذلك بابا طويلا في الخصائص على ايه، على ان النحاء قالوا ايه، قالوا زيد ان حروفه لا تدل على 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 كل حرف من حروف لا تدل على ايه، على جزء المعنى، صح مش قالوا كده؟ فالزاي لا يدل على ايه، على جزء معناه. لكن اللغويين يقول لك لا، ده زيد دي ازاي تدل على شيء من معنى الزيادة، والياء تدل على شيء في معنى الزيادة، والدال تدل على القعود والثبوت، وقد ثبت الزائد عنده. فايه هذا باب طويل يا اولاد، العلم علم جميل، العلم جميل. الواحد كان يقرأ الخصائص ويبكي، يقرأ ويبكي، يقرأ ويبكي، والله العظيم هكذا الخصائص، خصائص ابن جني. لما كنت أقرأ على الشيخ، على الشيخ كمال بشر رحمة الله عليه، يلا أولاد يبقى فهمنا هنا ولا فهمناش؟ فهمت؟ أنا فهم. أنت صحيح. طيب هنا يا 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 فطيرة بارك الله فيك يا ابنتي، يقول لك والثاني فين هنا؟ والثاني أن يكون قدر الوقفة. يعني إيه قدر الوقفة؟ هو الفعل تستكثر في الوجه الثاني مرفوع عند الإمام الحسن البصري، في الوجه الثاني مرفوع وليس مجزوما هكذا. اول هام تعرفيه كده ان هو مرفوع في الوجه الثاني، ولكنه حينما وقف عليه
وقف عليه بالإيه؟ بالسكون، لأن الوقف يكون بالسكون. ثم لما وصل وصل على الحكم الأول وهو حكم الإسكان، يبقى وصل الكلام، وصل القراءة. طب والوصل في القراءة إيه حكمها؟ الرفع، لكنه لم يعطيه حكم الوصل وإنما أعطاه حكم الوقف. فوصل بنية الوقف، يبقى وصل القراءة لكن لم يعطي القراءة حكم الوصل وإنما أعطى القراءة حكم الوقف. وهذا ذائع عنده في كلامه وفي ديدنهم اللغوي، وفي إيه؟ ديدنهم اللغوي. هذا هو. فيبدي يا فطيرة يا حبيبتي، أكرر لك، والله أكرر، لا بأس أبدا. ها فهمتي؟ فهمتي يا فاطن أفيقة؟ فهمتي؟ بارك الله فيكم جميعا وكلوا أمين. قول يا سعيد، ما معنى لكوني رؤساء أيش؟ فين دي؟ بعد ما حنأت هو لس سنأتي إليها. الوجه الثالث، قال والثالث أن يكون سكنه، مين اللي سكنه؟ الإمام الحسن البصري، لتناسب رؤوس الآي، لتناسب أي لكي تتناسب مع رؤوس الآيات، لكي تتناسب مع رؤوس الآيات. وهذا أيضا من ديدنهم اللغوي، هذا أيضا من ديدنهم اللغوي. إيه بقى الموضوع دوت؟ يقول لك هنا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الله، أمر كل فعل أمر مبني على السكون، مضبوط. يبقى دي رؤوس الآيات اهي كلها راء ساكنة، راء ساكنة. طب ولا وتستكثر، قال لك دي مرفوعة عند الإمام الحسن البصري في الوجه الثالث أيضا مرفوعة، ولكنه سكنه. ليه؟ قال لك لكي تتناسب مع بقية رؤوس الآيات. طب وهذا موجود عندهم؟ آه موجود عندهم. طب إيه كمان نأصل المسألة؟ يقول لك ضحوا ده ضحى إيه؟ واو، ومنها الضحى، من الايه؟ الضحى. يبقى الضحى من ضحوة. طب والالف التي اصلها واو لا تمال زي ما الامام الحسن الاخفش قال كده. طيب وبعدين يقول لك ايه؟ والضحى يروح بالإمالة. طب ليه؟ قال لك لكي تتناسب مع إمالة بقية الآيات. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى من لولى، هكذا. مع أنها هي مش يائية، دواوية، والمفروض لا تمال. يقول لك أملها علشان تناسب الإيه؟ بقية الإيه؟ الإمالات. نفس الشيء، هذا هو مضبوط يا أولاد، مفهوم؟ آه. والثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآي، والآية تجمع على آيات وآي. آه. وهي فأنذر، بص انظر يا إمام سهيلي، أنذر، كبر، طهر، فهجر، هكذا يا طلاب. أكرر؟ طيب خلاص، يكفي ذلك يا أولاد، يكفي هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد
شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الصورة البثمانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية من اندرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.